لبيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قاية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله بعد موتها فأماته الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق اللهم لك الحمد. وفعلا أجواء تقشعر لها الأبدان أخويا أجواء تقشعر لها تبارك الله عليك خويا والله العظيم عند سماع صوت السامة القزابري وعند فهمتي القدوم ديالي لهذا المسجد هذا يقشعر بدني ويهتز فؤادي يعني في هذه الأجواء قمة الروحانية كاينة في هذا المكان هذا قمة الطمأنينة قمة الراحة فهذه أجواء الرمضانية اللي اعتدنا عليها وهذه الأجواء الرمضانية اللي كنبغيوها وأكيد كيبغيوها جميع المغاربة وجميع الأمة الإسلامية فالحمد لله اللي رجعنا لهذه الأجواء هذه والحمد لله اللي يعني بعد مرور سنتين يعني بعد مرور سنتين يعني فراغ كبير 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 تشوقنا لهذه الأجواء أكيد تشوقنا لهذه المناظر هذه تشوقنا لهذا الصوت الرائع للزعماء القزابري فاكيد ان ساكنه الدار البيضاء غتعرفني على اش كندوي غتعرف هذا الاحساس اللي كندوي ملي كنقول سي عمر القزابري فاني كنقول من احد يعني افضل القراء عالميا يعني قارئ عالمي تبارك الله اللي كما كنقولوا كيحرك فيك داك اش نقول لك كيحركك من الداخل ملي كيقرا معك ملي كيقرا دوك الايات البينات تبارك الله الله يزيدو ان شاء الله نور على نور الله يزيدو علم على علم وحنا فخورين باننا كنكون الدار البيضاء وحنا فقيه بحال هذا في هذا المسجد العظيم واللي فقيه فيه فقيه عظيم فالحمد لله والشكر لله اللي رجعنا للاجواء ورجعنا ان نستمتعوا بالتلاوه والقراءه ديالو في هذا المسجد تبارك الله عليك خويا الله يتقبل الصلاه ديال جميع المسلمين وصيام جميع المسلمين رمضان مبارك على جميع المسلمين ايضا خليكم مع صلاة التراويح من أمام مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء من الطير وصلبنا إليه
عليهم وما هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها تقبل صلاة جميع المسلمين وتقبل صيام جميع المسلمين رمضان المبارك أيضا على جميع الأمة الإسلامية أجمعين. في بث مباشر آخر إن شاء الله إلى اللقاء.